Bonjour, chers élèves, les élèves de la première année. Avec l'évaluation 4, semestre 2, la dernière évaluation en production écrite, on a trois exercices. Le premier exercice consiste à compléter un texte. Troisième, tu vas rédiger un texte descriptif dans lequel tu vas décrire une personne de ton choix, une personne que tu connais très très bien. Bien, on commence, Inch'Allah. Premier exercice, 8 points, 8 × 12, 8, 20. Donc, complète le texte suivant. Atmim al-nass al-ati. On a qu'un autre choix, un chars, un mito farid, un jeune garçon. يعني غتكمل بالكلمة المناسبة انطلاقا يعني خصك تفكر مزيان قبل ما تكمل تكتب اي كلمة ماشي ضروري غنجيو نكتب وغادي نشوف اسكو جو ديكري على امبارفي بيان جو ديكري او بريزون هذا الشخص اللي كنوصفو واش كنوصفو حاليا كندير لو بريزون او بيان كنوصفو في لامبارفي انا شفتو في الماضي عاودت عليه في الماضي او بيان كنوصفو الان دونك فريد ان جون غارسون كي ابيتي دون لا فيل كان يسكن كان يسكن هذا راه لامبارفي كان لطيفا الي تي جونتي يعني هنا عندك لامبارفي لامبارفي غتكمل بلامبارفي نفترضوا عطاك هنا لو بريزون ان جون غارسون كي ابيت يسكن الان هو لطيف الان يعني غدير تو لي فيرب او بريزون بيان فريد ان جون غارسون كي ابيتي دون لا فيل il 16 ans il 16 ans يعني عنده 16 عام Il avait les yeux. كانوا عينيه عيناه. Il avait les yeux. هنا غادي نحط الادجكتيف. باش توصف لي العينين. ادجكتيف كاليفيكاتيف بادجكتيف دو كولور. بيان. لو بوينتو. حاد. شي حاجة ديالو حاد. شي حاجة مذكر. أنفه. جبهته. لو فرون. لو ني. وي. إلي و بلونش كوم لو لي. بيضاء كالثلج. جمع شي حاجة بيضاء بحال الثلج. شنو هما؟ حنا لحد الآن فيزيك. هنا لادريس ديالو فين ساكن. هنا لاج ديالو لي زيو عينيه هنا واحد العضو ديال الجسد غادي نشوفو هنا بلونش كوم لو لي بيضاء كالثلج شنو هي راه باينين فيزيك فريد ان تي شيرت بلو فريد ان تي شيرت بلو شنو هما لي فيرب رجعوا للفيديو ديال الوصف الملابسي غتلقاو لي 4 فيرب اللي كنستعملو بور ديكريغ فير لو بورتري فيا لا توني فيستيمونتير دون بيرسون ان تي شيرت بلو اي اون نوار شي حاجه لا يعني لباس اسود مؤنث شنو هو اي لتي كان هنا البورتري مال الاخلاق ديالو كان لطيفا فاصله نعت اخر خلق ايجابي خلق حسن وشجاعا هذه كتسمى لينوميراسيون فاصله في الاخير كندير اي اي لافي لي زيو فيرغول لو اي لي كتسمى ما يمكنش ندير اي 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 دونك تفادي التكرار بيان كومونس ان شاء الله شنقولوا Farid, un jeune garçon qui habitait dans la ville. Farid, kana tiflan shaban yaskunu al-madina. Est-ce que c'est le verbe être ou bien le verbe avoir? Farid était un jeune garçon ou bien Farid avait un jeune garçon. Je suis un garçon. Tu es, c'est le verbe être. Prochain que vous. Farid. Kana. Farid était, un mal présent, Farid est un jeune garçon qui habitait dans la ville. Il a 16 ans. Quand il a 16 ans, on a deux façons. Soit le verbe avoir, quand on dit Andy, j'ai 15 ans, quand on dit je suis 15 ans, j'ai 15 ans. Ou bien, je suis âgé de, quand on dit quand il a 16 ans. Donc, il avait 15 ans, le premier, le deuxième. Il était âgé. De 15, mon père a 80 ans. Mon père est âgé de 80 ans. Il avait les yeux. Il avait les yeux comment? Zarqa kassama. Bleu comme le ciel. Bleu, noir, vert, petit. En amont, chaque lousa. Asseline. Il avait les yeux. J'angoule asseline. Miel. Had miel ma kachich s. Yana asseline huwa madda. أما إذا كانت فاكهة كنقولوا بيستاش أوليف أفوكا ما كيتغيرش أبدا يعني لو بوينتو شي حاجة عنده حادة مذكر غالبا اش كيكون أنف أنفه كان حادا كنقولوا ماضي لو ني بوينتو إلي شي حاجة بيضاء بحال الثلج شنو هما
أسنانه بيضاء كالفريد، كان يلبس تيشيرت أزرق. عطيتكم أربعة الأفعال: بورتي، ميتي، سوفيتيسي، سابيي. نديرو أسهل فعل هو سو الفيرب بورتي، كان يلبس. أما الحاضر بور. إين شي حاجة كحلة شناهي؟ لباس أسود، جاكيت نوار، جلابة نوار، كاسكيت نوار. نديرو كاسكيت، كاسكيت فيمينة نوار. هنا كان ظريف، إلي تي جونتي، ميمكنش نقول إلي تي جونتي إي، كنديرو فاصيلة، ففي الآخر كنديرو دونك كان ظريف وشجاع. زيدني واحد الأدجكتيف، شنقولو؟ محبوب، ذكي، شنقولو؟ سيرفيابل، خدوم، مؤدب، إلي تي جونتي، نقولو مؤدب مع والديه، بولي إي كوراجو. دونك نعاود هاد لو تيكست. Farid était un jeune garçon qui habitait dans la ville. Farid كان طفلا شابا يسكن المدينة. Il avait 16 ans. كان عمره 16 عام. Il avait les yeux miel. كانت عينيه لون العسل. عيني عسليين، كانوا عسليين. الأنف حاد. Le nez pointu. وأسنانه بيضاء كالثلج. كان يلبس قميصا أزرقا و كاسكيت قبعة سوداء. كان لطيفا مؤدبا وشجاعا. عندما نمشي للدوزيام إكزيرسيس. Deuxième exercice, insère correctement adkhil بطريقه صحيحه العبارات التاليه لكي تكمل النص الاتي. اربعه نقاط: طابي زربيه او سجاده، خيار صلات، امام حمام، فيغي شجره التين، فيغ هو التين، فيغي شجره التين، بوم تفاح، بوميي بانانيي، اوليفيي سوريزيي. بيان او ميليو وسط هذا لوكاليزاتور دون لسباس، فاش Ce sont des animaux domestiques. Abkar, écurie, adel kouri, étable, stable, porte, bab. Nous pénétrons à la maison des grands-parents par une grande en bois. À gauche, on trouve une très vaste qui abrite des moutons, des chèvres et des chevaux. Je vais te mettre avec l'énumération. Mais qu'est-ce que je vais dire? L'achat, je vais dire. Oui. Pousse un aux feuilles grandes et vertes. Devant la cuisine, on voit un petit en terre. Et juste derrière les chambres, il y a la salle de équipée d'un joli de fez. En arabe, ندخل إلى منزل أجدادي عن طريق كبيرة من الخشب. حاجة كبيرة من الخشب. رابينا باش كندخلوا للدار. واش كندخلوا ليها؟ يعني هنا عندك مؤنث، واش كندخلوا من الباب، كندخلوا من الكوري، وبي كندخلوا من الصالات. راه باينه كندخلوا باغ اون غوند بورت. بورت ندخلوا باب كبير، اسم هو بورت، هذا ادجكتيف، هذا كومبليمون. وسط اللي كندخلوا في الغوش في اليسار، اش كنلقاو؟ اون تروف اون فيمينا تري فاست، عريضه بزاف، واسعه بزاف، كي ابغيت كانت تاوي دي حيوانات. راه باينه شنو هي؟ شكون كندير في الحيوانات؟ واش هو الكوري؟ واش هو الباب؟ واش هي الصلا؟ راه باينه الكوري. اون ايكوري، بيان اون ايطابل، بحال العربي كنقول استابل، اون ايطابل. تري فاست، دونك ابقى خرفان، ماعز، واحصنه. دونك شبقى لينا هنا دي فاش، يعني الكوري فيه دي ان، ياش حنا كنتكلم دابا في البريزون، كنوصفو دابا. يوم هنا ينمو، كنقولوا ارغان، كينمو في سوس، لا غون بوس اسوس، لا غون بوس اسوس. في ساحه الاعداديه ينمو الكاليبتوس، دونك دون لا كور دو كوليج بوس لوكاليبتوس. ينمو، تنمو الاسنان. دونك فين كتنميها؟ يعني كتنمو ذات اوراق خضراء وكبيره. شناهي؟ راه باينه شجره، هي شجره التين. فيغي هو الاسم، وفي هذا كومبليمون دو نوم. ها بيان، في كاين بات هاد واش وسط الدار جنبها، يعني هنا لوكاليزاتور وسط المنزل، الوسط كتلقى ديما واحد الشجره الوسط. او ميليو بوس ان فيغي او فوي غروند اي فيرت، امام المطبخ، دوفون لا كويزين، هذا لوكاليزاتور لسباس. نرى اون فوا ان بوتي من الطين. اش كنشوفو هنا؟ مذكر. اش بقى لينا؟ بقات لينا شجره كتبناها، بقات لينا زربيه، بقى لينا الامام. شنو هو اللي من التراب بني بالتراب؟ واش الحمام ولا زربيه؟ راه باينه ان بوتي امام ف
في الباديه غالبا كيديروا هذا القصب ان بيتي امام. هذا ان امام هو لو نو بيتي هذا لادجكتيف هذا اون تير كومبليمون اي جوست. وخلف الغرف الي لا سال قاعه ماذا؟ ما كاينش جامع. قاعه الصلاه الي لا سال دو بريير مجهزه يعني ليكيبي تجهيز دان جولي سجاد من فاس un joli tapis non, un tapis هذا le nom joli adjectif de fez هذا complément de non d'abord نشوف التمرين اللي مهم هنا قال لك fais la description d'une personne de ton choix قم بوصف شخص من اختيارك شخص تعرفه جيدا يعني غتستعمل ليه لو بريزون كتكلم دابا على شي واحد ولا تقدر دير واحد النهار سافرتي تلاقيتي مع شي واحد غدير لامبارفي دونك حنا غنديرو لو بريزون او بيان لا لامبارفي بورتري فيزيك بورتري مورال ما كتروش بورتري فيستيمونتير الاسم لاج ديالو نقدر نزيدو المهنه ديالو جوج جملات ثلاثه جملات فيزيك جسد جوج جملات ثلاثه جملات اش كيلبس جوج جملات ثلاثه جملات لو بورتري مورال بيان اون فوا لا ريبونس نعطيك انا واحد ليكزامبل مثلا دوزت العطله في البلاد على كومبان شنو الاشخاص تقدر تلاقى معاهم يعني انا في الباسي دوزت العطله غتستعمل ليا لامبارفي لامبارفي ديسكريبتيف بيان نقدر نتلاقى مع فلا فلاح بيزون فلاح شاسور قناص او بيان بيرجي بيان باتر راعي دونك بيان كساب بيان غنوصفو واحد من هاد الاشخاص دونك لا بارفي ديسكريبتيف بورتري فيزيك بورتري مورال بورتري فيستيمونتير بيان كون جيتي او بلاد عندما كنت في الباديه كون جيتي على كومبان كون جيتي او فيلاج Je rencontrais, il t'a dit tout, pas si simple, avec un thread, je rencontrais un berger qui Slimane. Je vais vous dire. Avant, on va nous faire. Je suis un chèb, je suis un kabir, je suis un 40 ans. 40 ans. Est-ce qu'il est vieux ou bien il est jeune? Donc, je vais vous dire. Un jeune berger. Un jeune berger Slimane. Je vais vous dire. Je vais vous dire. كي سابلي كان يسمى سليمان فلان بارفي او بيان نومي سليمان كي سابلي بيان كي سون نومي سليمان بوان إل 40 ans اش قلنا كانت عنده 40 عام سي لو فيرب avoir او بيان إل إتي آجي دو 40 ans تقريبا اونفيرون حوالي 40 عام داك اللي كيتكلم ما متأكدش لو ناغاتور إل ني با سيغتان دو لاج دو سليمان غير متأكد أما إلا كان متأكد غيقول لك إل أفي 40 ans son corps chétif هنا سي تان ادجكتيف غنديرو اتر بي افوار كان نحيفا واش نقولو son corps était chétif jeune physique 40 ans نقدروا ندخلو حتى فيزيك était chétif هنا دخلنا باقي حنا في فيزيك il avait un nez دونك كان انفه كنقولو انف بلا انف مبجر انف ماضي انف رقيق انف يشبه منقار النسر شنو نقولوا سي تاني اكيلان جاي من لاكل يشبه منقار النسر دونك ان اكيلان دي زيو ادجكتيف نتناول لون هاد لي زيو دي زيو سو كحلين زرقين خضرين قهويين عسليين كبار داخلين خارجين ان فرون وجبهه جبتو كي دايره جبتو نقولوا عاليه جبتو عريضه بزاف جبهه عريضه ان فرون باردون ان فرون لارج جبهتو عريضه ان فرون لارج ايل ايتي تاسيتي ان تاسيتور كان سكوتي بزاف يعني ما كيقولش كلمه حتى كتجبدو الضد ديالها دو بلا كيفي دو بلا بلا بزاف في الهضره بافا لوكاس فيرب هنا سكوتي تاسيتور سيلونسيو ما كيجبد الكلمه حتى تجبدو نتايا Elle était taciturne et ne disait presque mot. Ma qui goûte très bien, c'est que le bas. Ouais, mais à Dalek, mais elle avait un bon cœur. Quand un doux calme taïb. Elle se donne un ave, mais d'un chéte. L'année yemliko, le milkia. Yemliko calme. Il a dit que calvoho taïb. Son cœur était bon. Mais qui compte adjectif, qui compte être. Mais qui compte un nom, le milkia, qui compte avoir. Slimane portait de simples habits. سليمان بورتي دو سامبل زابي سليمان كان يلبس ملابس بسيطة لأنه ود البادية فقير ان غران شابو دو باي قبعة كبيرة من القش ديال التبن ديال الدوم شابو هو لونو
Grand adjectif de paille complément du nom. Un grand chapeau de paille cachait ses cheveux noirs. Adroba kanat tourati. Machi katrati daba kanat l'imparfait descriptif. Sha'rahu al-aswad. Une jillaba noire de coton. Jillaba saouda min al-qatn saouda hada nat. Du coton complément, de coton pardon, complément de nom. Kanat tahmi. Machi katahmi daba fil maadi. Kanat tahmi jasadahu min bard shahr maris. Son corps du froid de mars. Froid. تحمي من هذا complément d'objet indirect. Quel froid? برد ماذا؟ برد ماري. C'est un complément du nom. Est-il chaussé des bottes noires? وكان يلبس أحذية سوداء. Bottes. Donc physique, morale, vestimentaire. Tous les verbes à l'imparfait. C'est l'imparfait descriptif. Donc il y a une vidéo. Je vous remercie de vous. Et le lien à la vidéo jadid. Inch'Allah.